الفرق بين القديسين والأشخاص العاديين إن القديسين أخذوا الحكاية بجد، يعني سلكوا في حياتهم الروحية بجد وفي إيمانهم بجد، والباقيين أهو ما خدوهاش بجد. ولذلك عايزين نتكلم عن الجدية في الحياة الروحية. في الواقع ان الجدية لازمة لكل عمل الواحد يعمله، سواء كان عمل روحي ام عمل عالمي ام وظيفة من الوظائف او حتى فن او حتى لعب كورة. اي عمل الواحد ياخده بجد ينجح فيه. يعني من شروط النجاح ان الواحد ياخد الامور بجدية. الجدية تقود للنجاح، بل تقود ايضا للمثاليات وللكمال، زي ما قال الكتاب: كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. والشخص الجاد في حياته يضع امامه الآية التي تقول: كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. يعني خليك امين لضميرك، لعلاقتك مع ربنا، ولو ادى الامر انك تبذل حياتك الى الموت. يعني الجدية تعطي حرارة وتعطي مثابرة وتصل إلى إتقان كل ما يعمله الإنسان، بحيث أنه يتقدم باستمرار خطوة تلو خطوة أخرى وينمو. الشخص الجاد يعطي كل إمكانياته للعمل الذي يقوم به، كل إمكانياته، كل قلبه، كل فكره، كل إرادته، كل جهده بالشكل ده. وفي الروحيات برضه لازم يعطي كل قلبه، ولما يعطي كل قلبه بجدية يزداد عمقا، في كل يوم يكتسب فضيلة جديدة أو ينمو في الفضائل. والشخص الجاد لا يعترف بأنصاف الحلول، لا يعترف بأنصاف الحلول، يعني عايز الحل يكون حل متقن على الآخر. ولا يكتفي بمرحلة واحدة من مراحل إتقان العمل، إنما يصل إلى آخر المراحل التي يمكن أن يصل إليه، كما قال الرسول: اركضوا لكي تنالوا. يعني امشوا في الحياة الروحية تركضوا، يعني تجروا تجروا، مش تمشي على مهلك، اركضوا لكي تنال. هو نفسه قال بولس الرسول بعد ما وصل حتى انه صعد الى السماء الثالثة، قال: اسعى لعلي ادرك، لست احسب انني قد ادركت او صرت كاملا، انما افعل شيئا واحدا، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام، أسعى نحو الغرب. ده الإنسان اللي عايز يمشي جد في حياته باستمرار، ينمو في حياته، وكل نمو يصل إليه ينساه لكي يفكر في نمو أكبر. بهذه الطريقة استطاع القديسون أن يصلوا بسرعة في كل ناحية من النواحي.
نبتدي بالتوبة مثلا. كثيرون تظاهروا بالتوبة أو قالوا أنهم تابوا، لكن يرجعوا تاني. فما دام يتوب ويرجع يبقى ما تابش بجد. التوبة الجدية هي عدم رجوع للخطية، عدم رجوع للخطية وعدم اشتياق للخطية مرة أخرى. يعني مش بس ما يرجعش وما يشتاقش، والتوبة الجادة هي التي لمح إليها بولس الرسول في توبيخه للعبرانيين، حيث قال: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. هل عايز يتوب يقاوم حتى الدم؟ والتوبة الجادة لا تكتفي بترك الخطايا، إنما يكون لها نمو إيجابي في الفضائل، مثل القديسين الذين تابوا بجدية: القديس أغسطينوس، القديس موسى الأسود، القديسة مريم القبطية. صاروا قادة في الروحيات ولم يكتفوا بالتوبة وعدم العودة إلى الخطية. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يتعرض إلى نكسة أو ردة، لا يتعرض إلى نكسة أو ردة. كلمة لطيفة قالها أحد القديسين، قال: لا أتذكر أن الشياطين أطغوني في خطية واحدة مرتين. ما أتذكرش أن الشياطين وقعوني في خطية واحدة مرتين. ليه؟ جايز المرة الأولى كانت خطية جهل أو مش واخد باله، لكن أول ما وقع يلتفت لنفسه بحيث انه لا يقع في الخطيه مره اخرى. الانسان الجاد كما قلت لكم لا يتعرض الى نكسات في حياته الروحيه، ولا يبدا بالروح ويكمل بالجسد كما وبخ القديس بولس اهل غلاطيا، قال لهم: أبعد ما بداتم بالروح تكملون بالجسد. وكما حصل لديماس تلميذ بولس الرسول الذي عاد وأحب العالم الحاضر وترك عشرة بولس والخدمة مع بولس، وقيل إنه رجع للوثنية مرة أخرى. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يضعف أمام الظروف، أمام الظروف الخارجية الضاغطة لا يضعف أمامه. عندنا مثلا دانيال النبي أحاطت به ظروف صعبة جدا لم يخضع عليه، بل كان في سبي بابل وكان مفروض أنه من أسرى الحرب وتحت حكم. في جديته قال الكتاب: وأما دانيال فكان قد وضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطعمة الملك ولا بخمر مشروبه. ظروف ضاغطة لكن ما هموش، ظروف ضاغطة انهم قالوا: كل من لا يسجد لآلهة بابل يلقى في جب الاسود، ولا هم
ذهب وفتح النافذة التي تطل على أورشليم وسجد لله أمام كل الناس في العلية بتاعته. ابتلت فتية، قالوا لهم لو ما سجدتوش للتمثال الكبير بتاع الملك تلقوا في أتوم النار، ولا همهم. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يخاف ولا تضغط عليه الظروف الخارجية، مثل سفينة تشق طريقها في البحر مهما هبت عواصف أمواج أنواع تعرف هدفها وتصل إليه. يضع أمامه مخافة الله والأبدية، الاثنين أمامه. اللي يوضع أمامه مخافة الله يمشي جد، واللي يضع أمامه الأبدية يمشي جد، واللي ينسى مخافة ربنا وينسى الأبدية يلخبط زي ما عايز. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يضع أمامه تبريرات أو أعذار بالنسبة إلى أي وصية أو في أي حرب روحية، زي يوسف الصديق كان تحت ضغوط وهو عبد في بيت ولا هم، لا يضع لنفسه تبريرات ولا أعذار، إنما يقاوم القطية مقاومة جادة ويضع أمامه الآية التي تقول محبة العالم عداوة لله. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يعرق بين الفرقتين، مفيش ينزل ويعلو ويغطس ويطفو ويقوم ويسقط، ومرة حار ومرة فاتر ومرة بارد ومرة يتأرجح بين الطريقين، إنما له خط واضح لا ينحرف، خط واضح لا ينحرف، زي ما يقول الكتاب إن من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، لا يفعل مثلما فعلت امرأة لوط ونظرت إلى الوراء، كانت بتعرق بين الفرقتين، بين محبتها لسدوم وبين قيادة الملاك له. وكما فعل شمشون، كان يوم في غزة ويوم في أورشليم والحكاية آخر لخبطة، يوم مع ربنا ويوم مع دليلة والحكاية آخر لخبطة. الإنسان الجاد لا تكون حياته دائمة التغير أو عرضة مستمرة للتغير، ولا يندم على إنه مشي مع ربنا واختار الطريق الضيق، ولا يشكو في يوم من الأيام، لا يشكو من ثقل الصليب أو من الطريق الكرب، ولا يشكو من صعوبة الوصايا، ماشي جاد وهدفه أمامه، ولا يضعف أمام التجارب وأمام الضيقات وأمام حروب الشياطين. والإنسان الجاد لا يدلل نفسه ولا يجاملها، لا يدلل نفسه ولا يجاملها، ولا يسلك حسب هواه، إنما الإنسان الجاد روحيا يتميز بضبط النفس. ضبط النفس دي وصية أساسية في روحياته. والإنسان الجاد يتميز بالجهاد المستمر
في الطريق الروحي. من أمثلة الذين تميزوا بالجهاد القديس بولس الطموحي اللي ظهر له سيد المسيح وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولس من كثرة جهاده وتعبه. الإنسان الجاد يجاهد في محاربة الأفكار وفي محاربة الشهوات وفي محاربة النيات الخاطئة، ويجاهد في ممارسة كل فضيلة ويتعب ويشعر أن كل إنسان ينال أجرته بحسب تعبه. الإنسان الجاد يكون جادا في تنفيذ الوصايا، جاد في تنفيذ الوصايا، ينفذ بدقة وبسرعة، بدقة وبسرعة، كما فعل القديس الأنبا أنطونيوس الكبير. آية سمعها تقرأ في الكنيسة أثناء القداس: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك. على طول ذهب وبيع كل مالك بدقة وبسرعة. من أمثلة الذين اشتهروا بتنفيذ الوصايا بدقة وبسرعة أب الآباء إبراهيم في مثلين. المثل الأول لما ربنا قال له اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه، فنفذ ومشي زي ما بيقول الكتاب وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكن بينفذ بدقة وبسرعة. وزي ما قال له ربنا أن يقدم ابنه الوحيد الذي يحبه إسحاق، قال له خذه وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. الكتاب بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا، طبعا بكر صباحا جدا قبل ما تصحى صار وتلخبط له الدنيا، وخد بعضه وماشي ينفذ بدقة وإيه وبسرعة. الإنسان الجاد في تنفيذ الوصايا لا يكون عنده تردد ولا معاودة التفكير، زي الشاب الغني لما المسيح قال له نفس الوصية اللي اسمها أنبا أنطونيوس فيما بعد اتردد ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. الإنسان الجاد لا تكون عنده زئبقية في تنفيذ الوصايا. انتوا عارفين الزئبق ده اللي ما يتمسكش، يمسكه من هنا يروح لك من هنا، ما عندوش زئبقية في تنفيذ الوصايا ولا ميوعة في تنفيذ الوصايا. جاد يعني جاد ما يتناقش، له أن ينفذ وليس له أن يناقش، دائما يلجأ إلى الحل الحازم القاطع السريع، ولا يدخل في مرحلة تفضيل في السكة، يعني أفكر أمشي كده ولا كده وأنه هو الأحسن. لا لا لا، المسائل مش مسائل تفكير ولا تأجيل، عنده تصميم. الجدون في حياتهم الروحية هم الذين قال لهم بولس الرسول
في كورنثوس الأولى 15:58 قال لهم كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الإنسان الجاد لا يؤجل بالنسبة للروحيات، زي الابن الضال لما جاله شعور بالتوبة قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي، وقام في نفس الوقت ولم يعجل. الذين أجلوا ضيعوا أنفسهم. فيليكس الوالي تأثر من كلام بولس الرسول عن البر والدينونة والتعفف، يقول ارتعد فيليكس الوالي، مش بس تأثر، مع ذلك أجل الموضوع. قال له اذهب الآن ومتى حصل لي وقت استدعيك. أغريباس الملك نفس الوضع، النعمة افتقدته وتأثر، وقال لبولس الرسول بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، لكن أجل الموضوع ولم يقل الكتاب إنه صار مسيحيا. أجل، لما يأجل بيفقد التأثير اللي النعمة بتقدمه ليه. أمثلة الناس الذين أخذوا الأمر بطريقة جادة في الرهبنة، القديس تدرس تلميذ لحمص والقديس يوحنا القصير، كل منهم صار مرشدا لرهبان وهو في سن الشباب، خدوا الحكاية بطريقة جادة، نموا بسرعة. القديس الأنبا موسى إيل السائح صار من السواح وعمره حوالي 15-16-17 سنة بالكثير، أخذ الأمور بجد ونمى بسرعة وصار من السواح. ماكسيموس ودوماديوس بسرعة أخذوا الأمور بجد. القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين التحق مع خاله وعمره 9 سنين وخد الأمور بجد، كان لما يصلي تبدو أصابعه كأنها شموع منورة. ناس خدوا الأمور بجد، وهكذا مرقس المتوحد وتكلة هيمنوت، قديسين من هذا النوع خدوا الأمور بجد، عشان كده وصلوا بسرعة. الطريق نفس الطريق أمام الكل، لكن في ناس بياخدوه بجد وناس ما بياخدوش. في الخدمة في فرق كبير بين الخادم الجاد في خدمته والخادم المتهاون. من أمثلة الجادين في خدمتهم القديس يوحنا المعمدان اللي في مدة قصيرة جدا ومع شعب متعب أعد لله شعبا مستعدا وقاد الناس إلى التوبة في مدة قصيرة، لدرجة قال عنه الرب إن لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. ثم أنبياء كثير سبقوه، لكن هو كان جادا جدا في عمله. بولس الرسول كان جادا جدا لدرجة أنه فاق كل الذين سبقوه وتعب أكثر من جميعهم وعملت فيه النعمة بوفرة. الإنسان الجاد لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية، لا يهتم بالشكليات ولا بالمظهرية الدينية. إذا صلى يصلي في عمق، في حرارة، في إيمان، في خشوع، في فهم، صلاته ترتفع إلى فوق.
وتنفتح لها أبواب السماء، زي بعض الناس اللي صلوا في أيام الرسل وكاد إن كان بيرتب من صلواته. الإنسان الجاد في حياته الروحية يكون جادا في تعهداته ونذوره وعشوره وبكوره، ما يندرش النذر ويقعد يفاصل بعديها يبقى ما قالوش بجد، يقعد بعد ما يقول النذر الشخص غير الجاد يعني يعيد التفكير، هل ممكن ولا لا، هل يغير ولا ما يغيرش، هل يستبدله بشيء تاني ولا لا، هل يؤجله، هل يقسطه، هل ينساه. نذر يعني نذر، خير لك انك لا تنذر انك تنذر ولا توفي. الانسان الجاد في حياته الروحية يتذكر جحد الشيطان الذي جحدته امه نيابة عنه يوم عموديته ومسؤول عنه، يتذكر تعهداته في كل مرة بيتناول فيها، يتذكر تعهداته في كل مرة بيتوب فيها لكي لا يرجع مرة أخرى، زي ما بيقول في المزمور: تعهدات فمي باركها يا رب. الإنسان الجاد في حياته الروحية لا يتراخى أبدا، كما يقول الكتاب: ملعون كل من يعمل عمل الرب بالرخاوة في أرمية 48. لا يتساهل في حق من حقوق الله، يأخذ حق الله من نفسه أولا قبل أن يطالب بحق الله من الآخرين، لا يلجأ للحلول الوسط، لا يتردد، هدف واضح وكل اهتماماته لتحقيق هذا الهدف وتنفيذه. يضع أمامه قول الرب: أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. الجدية أيها الأخوة والأخوات هي دليل للرجولة ولقوة الشخصية. إنسان يحترم مبادئه، يحترم كلمته، يحترم وعوده، يحترم منهجه في الحياة. الشيطان ممكن يحارب الجدية ويقول للإنسان: ما تحبكهاش قوي، خليك مرن، يدعوه إلى المرونة بدلا من الجدية. احنا ما نقولش ان الانسان ما يكونش مرن، بس ما يكونش مرونة تقود الى الخطية او مرونة تقود الى التساهل او الى التهاون، او يقول له الطريق الوسطى خلصه الكثيرين، بلاش تتعب روحك او للدرجات، او يدعوه الى التحلل من التدقيق ومن الالتزام. وانت بتجاهد ليه؟ كفايه النعمه، كله بالنعمه ولا يهمك. طبعا النعمه مش معناها ان الواحد يتكاسل ويقول النعمه، او يقول له تتعب نفسك ليه كده، ادخل في حريه مجد اولاد الله. حريه مجد اولاد الله مش معناها الاستهتار والتهاون